أهلا وسهلا بكم في القناة، أهلا بكم مشاهدي الكرام، مرحبا بالجميع في قناة غسالة الشاف لطيفة. اليوم بحول الله كيف تشوفوا معايا موعدنا مع طرطة مالحة غزالة وتتشهي، المنظر تاعها هو الأروع والمذاق تاعها ما نعاود لكمش. طرطة مالحة تجمع ما بين الكيك الملح والسلطة المنعشة، فإلى عجبتكم البنات الوصفة جربوها، وإلى عجبتكم ما تبخلوش عليها بالبرتاج واللايك ووضع تعليقات، يسعدني نلقاها ونجاوب عليها. ولا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة سنرحب بكم، مرحبا بكم جميعا في القناة، وشغلوا الجرس باش توصلوا بالوصفات مجرد ما تنزل في القناة. ولا كنتوا من الأوفياء القناة تنجدد الترحاب بكم. واللي تيرغب في وصفات بالروبو ثيرموميكس يدخل صندوق الوصف يشوف رابط قناة لطيفة ثيرموميكس، فالرابط في صندوق الوصف وفي عنوان هاد الوصفة. ندوزو نكتشفوا هاد التورتة اللي يمكن لنا نقدموها كوجبة العشاء أو وجبة الغداء، فهي وصفة جد متكاملة وصحية في نفس الوقت. حاجتنا بحول الله الكيك المالح اللي غادي نحتاجو فيه 3 البيضات متوسطين في الحجم، قويصة الملحة، الملحة ضرورية تتهرس فينا بروتينات البيض، ونضربو البيض مع الملح مزيان. نزيدو 120 غرام تاع الحليب بحرارة المطبخ، كاس تاع العنبة ناقص التوت، نزيدو 100 غرام تاع زيت المائدة، كاس تاع العنبة ايضا ناقص تقريبا ثلث، طربو مزيان. نزيدو 2 كيسان تاع العنبة تاع الطحين، كل كاس فيه 125 غرام، المجموع 250 غرام تاع الطحين. نزيدو باكية ونص تاع خميرة الحلوى 12 غرام، طربو. نزيدو 30 غرام تاع الجبن مبشور، انا هنا عندي الجبن الاحمر اي نوع يوفي بالغرار، 15 غرام تاع جبن البارميزون وهذا اختياري، معلقه كبيره تاع الزيتون الاسود مقطع طريفات، نخلطوا هاد العناصر مزيان. ناخذوا واحد المول يكون من هاد الشكل اللي فيه هاد الكوتيير في الجناب، في هاد الحفيره المول العجيب، ندهنوه بالزبده ورشوه بالطحين. نحيدو الفائض تاع الطحين ونجيو نديرو فيه هاد خليط الكيك الملح، نمددوه نساويو سطح الكيك مزيان. الفران مشعول على 180، الشعلة غير من التحت، ندخلو الكيك يطيب في الرف الوسطاني حتى يتحمر حسب الذوق، والكيك راه تيطيب من تندخلو فيه سكين وتيخرج لينا ناشف. الكيك بعد ما تيطيب تيجي على هذا الشكل، هذا هو الكيك تاعنا، تيجي غزال وتيشهي ورائع وبنين ولذيذ وخا هكا. وعلى فكرة فهو كيك
يصلح للناس اللي تيعانيو من مرض السكري. من بعد ما تبرد لينا الكيكه تاعنا المالحه، ناخذ شويه تاع الجبن. انا خديت الجبن الابيض الخاص بالدهن. هنا عندي شويه تاع الريكوتا، واحد جوج معلقات، نزيد معها واحد معلقه كبيره تاع هاد النوع الجبن اللي فيه الاعشاب. خلطوهم مزيان، يمكن لينا نكتفيو غير بنوع واحد. ندهنو به الكيكة من الوسط، و نديرو الخص بعد ما غسلناه ونشفناه. هنا البنات عندنا شوية تاع الشعر كيطري، نزيدو شويه تاع طماطم صغيره، ونزينو بشويه تاع الموزاريلا تكون هكا صغيره اولا تقطعوها طريفات. بلا ما نزيدو الملحه، من حيث راه الشاركوتري اولا شرائح ديك الرومي المدخن راها مالحه، نزيدو غير واحد القطيره تاع زيت الزيتون، نزيدو حبوب شيا رائعين في شلايط، هكذا يا البنات تنوصلو لهاد التحفه غزاله وتتشهي ولا اروع، نقدموها لوليداتنا والحباب تاعنا. يمكننا نقدموها كوجبه الغداء متكامله او وجبه العشاء رائعه في الشكل تاعها، يمكننا نقدموها كمقبله للضيوف تاعنا، غزاله في الشكل تاعها ولذيذه في المذاق تاعها. هانتوما البنات كيفاش تجي طرطه رائعه مالحه كيف قلت لكم، غزاله والكيك تاعها ولا اروع، رطب ولذيذ وغزال وتشهي. فإلى عجبتكم البنات الوصفة جربوها، وإلى عجبتكم ما تبخلوش عليها بالبارتاج واللايك ووضع تعليقات. بارتاجي الوصفة مع الأهل والحباب باش تعم الفائدة ونعرفوا بالقناة. وبحال ديما تنتسنى التعليقات تاعكم اللي تسعدني الرد عليها، واللي ترغب في وصفات بالروبو ثيرموميكس يدخل صندوق الوصف يشوف رابط قناة لطيفة ثيرموميكس، فالرابط في صندوق الوصف وفي عنوان هاد الوصفة. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله، أكيد صحية وفي المتناول.